نعم. في لفظ شايع عند الناس عندما يجلس في مكان معين يعني زين، يقول هذا المكان يرد الروح. ايش يقول؟ يرد الروح. الروح اي نعم. ما ادري يعني اذا خرجت شنو؟ لا يعني قصد انه يا سلام هذا المكان يرد الروح يا شيخ. يمكن قصده يوجب السرور. يوجب السرور ما دمنا نعلم المقصود، وان هذا شيء مشهور عند الناس فلا حرج. نعم.